تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنطرق فيه علاقة الأشجار بالمياه، يعني في إطار سلسلة الماء. تطرقنا في الفيديو الأولاني للمياه الأمطار، واليوم غنطرق لعلاقة الماء بالأشجار. يعني لقطعنا قطعنا الماء الشجر، أشنو كيوقع؟ واش كيتألم ولا لا؟ في هذا الإطار هذا وفي إطار الاكتشافات اللي يقوم بها العلماء، وخصوصا اللي كيتعلق بالجفاف والتغيرات المناخية، نجح عدد من العلماء الفرنسيين على وجه الخصوص في أنهم اكتشفوا لنا واحد الأمر اللي هو ضروري تعرفوه، وهو الموضوع ديال الفيديو اليوم، تيهم الأشجار. وتيشير هذا الاكتشاف هذا إلى أن الأشجار كالإنسان كتألم حتى هي، وكتصدر صوت أنين، وذلك عند إحساسها بالعطش. يعني فاش كتحس الشجرة بالعطش تتصدر أنين وكتألم تهي، بحال يا أيها مخلوقات الله على وجه الكون. وقالوا هاد العلماء هادو يعني في تأكيدهم لهذا الاكتشاف هذا حسب ما أشارت إليه إحدى الدراسات اللي هي موضوع بحثنا في إطار بحثنا في هذا الفيديو هذا، أن الأشجار فاش كتعرض للعطش تصدر أنين وتتألم، إذ أن الموجات فوق صوتية تتنشأ لداخل ديال الشجرة وكتكون فقاعات داخل الفروع اللي كتوصل العصارة النباتية بسبب الضغط، مما كيؤدي إلى الانقطاع ديال خيط الماء داخل عروق الشجرة، وكتوقف هاد الموجات هادو على الحجم ديال الأوعية، على الحجم ديال الأوعية داخل فروع الأشجار وعلى درجة الجفاف معا. وفق ما أوضحه الباحثون تحت إشراف السيد ألكسندر بونو مارينكو من المختبر ديال الأبحاث الفيزيائية بمدينة غرونوبل الفرنسية. وكيرجح الباحثون في هذا الإطار هذا أن الأجهزة ديال الاستشعار اللي كتستخدم الموجات فوق الصوتية كتساهم وستستطيع مستقبلا في رصد مدى معاناة الأشجار من نقص المياه. وباش يعرف العلماء سبب هذه الأصوات، يعني وضعوا شرائح بسمك 50 مليمتر من شجر الصنوبر، يعني قاموا بتجربة في المادة ديال الهيدروجين الهولامية واللي تتسمح بمرور يعني المياه وما كتسمحش بمرور الهواء. هذه المادة دي كتسمح بمرور الماء وما كتسمحش بمرور الهواء، وهذا راجع لأن العلماء بغاو يعرفوا كيف كتنشأ دوك الفقاقيع داخل الأوعية ديال الشجرة من غير أن تكون له صلة مباشرة بالهواء. وهذا ما قام به الباحثون، قاموا بوضع عينات من شجر الصنوبر ومادة الهيدروجين في محيط جاف كيتبخر فيه الماء من المادة ديال الهيدروجين، وهو ما أدى إلى حدوث نقص الماء في القطعة ديال الصنوبر اللي قاموا بالغمس ديالها في الهيدروجيل. وفي الأخير يعني توصل الباحثون أنه فاش كيتبخر الماء بشكل قوي عبر عنق الساق أو الأوراق كيؤدي إلى حدوث فراغ، وهذا الفراغ هذا كيتسبب في الشفط السائل في الأوعية إلى الأعلى، يعني كيشفط. وفاش ما يكونش تواصل هذا السائل كيحدث واحد تزايد في التوتر ديال السائل داخل الأوعية، وكيؤدي إلى انقطاع في خيط الماء في هذه الأوعية هذه، يعني كيؤدي إلى حدوث ما يسميه العلماء في هذا المجال هذا بفقاعة فراغية، يعني فقاعة فراغية كتمتال بالبخار ديال الماء
والهواء اللي منتشر داخل الماء، يعني داك الهواء اللي منتشر داخل الماء، ماشي الهواء المباشر، الهواء اللي منتشر داخل الماء. وعندما ينقطع خيط الماء، فإن جدران أوعية الأشجار كتهتز عدة مرات ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، وتتسبب في الموجات فوق الصوتية. تبين الباحثين في الأخير، في النهاية، أنه أصبح اليوم وسيلة محسوسة وبسيطة وفق رأيهم، وفق ما أكده الباحثون. بطبيعة الحال كيمكن من رصد آثار فترات ديال الجفاف العصيبة، والمرتبطة في الأساس بظاهرة التغيرات المناخية على الغابات. هذا وننهي موضوع اليوم، فإلى موضوع آخر جديد بحول الله. ولي الشرف وكامل الفخر أنني كنتواصل معكم بهذا الشكل هذا، وكنتقاسم معكم معلومات اللي هي غتفيدني أولا وغادي تفيدكم ثانيا. وما تنساوش خصوصا، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وزر الإعجاب، باش يوصلكم كل جديد كنقدموه على قناة وندرفل ثانز. كان معكم الحسن بلقاس، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الـ واحد الـ واحد الإشارة خفيفة في الأخير بغيت نشير ليها، هو يعني واحد النداء لساكنة المغرب ولساكنة الدول العالم كاملين، يعني ما تنساوش عفاكم رجاء الكمامة، لأن الداء لا زال منتشرا وينتشر بشكل كبير هذه الأيام هذه. يعني ما تنساوش الكمامة، وما تنساوش النظافة، يعني غسل الأيدي بالصابون والتعقيم، وهذا حتى نتمكن من الحد من انتشار هذا الوباء هذا على وجه هذه البسيطة هذه. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.